هلا نذكر مرحلة مرة ثانية بالنسبة للإندكشن ماشين. إندكشن ماشين عندنا ستيتر، الستيتر راح يعطيني فلكس، وفي عندنا روتر راح يعطيني فلكس، وهذا سميناه بي آر وهذا سميناه بي إس، والحركة بهذا الاتجاه. هلا بدنا نحاول نستنتج من المحرك، بدي أحاول أستنتج الزاوية تبعت بي ار. إذا قدرت استنتج الزاوية تبعت بي ار بقدر أغير بي اس وأجيب الزاوية اللي بدي إياها، بحيث إنه أضمن يكون 92 وأصير أغير الدايركشن. بدنا نحاول نخلي نغير الطول تبع هذول بحيث إني أحقق التورك المطلوب. هلا شوفوا شو راح نعمل. أول شيء خلينا نتذكر السليب كومبنسيشن. السليب كومبنسيشن اشتغلوا عليه ديما وضحى ومين كمان فرح، اشتغلوا على المشروع بحيث انه ناخذ احنا نقيس الكرنت اللي داخل في المحرك. فشوف ايش راح نعمل، راح ناخذ هون كرنت ترانسفورمرز. احنا راح نحط ثلاثة بس، هو احيانا بكفيني واحد، بس راح نحط ثلاث كرنت ترانسفورمرز بالسيريز مع المحرك. ايش هذا السيمبول اللي موجود هون؟ كرنت ترانسفورمر، ممكن يكون هول افكت، ممكن يكون سي تي، ممكن يكون اي شيء بحيث يعطيني كرنت. فراح يطلع معي هون عندي هاي اي 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 بي اي سي. بدنا نحاول نستنتج الان من الكرنت، اطلع من الكرنت بدي اطلع استنتج اعمل استيميشن للسليب. فالهدف اللي موجود هون انه احنا ناخذ الكرنت مثلا اي اي او اي بي او اي سي، نستنتج السليب تبع المحرك. هلا الطريقه اللي انتم اشتغلتوا عليها، اخذنا احنا قلنا المحرك، لو جينا طلعنا على المحرك هون هذا R1 وهذا هو X1، وراح نهمل احنا الجزء اللي بالنص اللي هو الماجنتيزيشن والكور لوسنج، وراح اخذ بعدين X2. لاحظوا X2 هو الاندكتنس او الرياكتنس تبع الروتر ريفير تو ذا برايمري، انه هون مبين راجع للبرايمري. وبعدين عندي هون بضل R2 على S، وR2 على S بتشمل مقاومتين، مقاومة حقيقية موجودة في الروتر، ومقاومة ثانية تخيلية بتمثل الباور اللي converted to mechanical power، وهدول بنقسمه بنسبة S 1 minus S. بس احنا في النهاية ما بهمنيش، خلص انا دخلناهم التنتين على مقاومة واحدة صارت R2 على S. هلا احنا عندنا هون V، وهذا طبعا هايبر فيز سيركت. كل فاهم شو يعني بير فيز؟ لانه الاندكشن موتور 3 فيز، احنا ماخذين 1 اوف ذا فيزز من هون، فهي صارت كانها في فيز. وعندي هلا هون راح يمر الكرنت. هلا اذا انا عارف الموديل، ولازم اكون عارف الموديل، ما بقدرش اعمل فلكس فيكتور كنترول بكون ما اكون عارف الموديل. شو يعني عارف الموديل؟ كل اللي بحتاجه حتى اعرف الموديل يونيكلي تبع الاندكشن موتور اني اعرف X1 وX2 وR1 وR2. إذا بدي أهمل الـ XM والـ RC، إيش الـ XM؟ Magnetization Reactance، هي نوع من الـ Inductance، والـ RC Core Losses اللي بتشمل Hysteresis Losses و Eddy Current Losses. هدول أنا أهملتهم عشان أبسط الدائرة. هلا إذا بتطلعوا على هاي الدائرة اللي عبارة عن V معروفة، X1 معروفة، R1 معروفة، X2 معروفة، R2 معروفة، إيش ضل عندي اللي مجهول؟ S. بقدر أطلعه من I. فالمفروض انه احنا نقدر نقول انه في فيز على زد، وخذ هلا ماجنتيود زد، بدي ننسى الفيز عندي، راح اهمل الفيز عندي لانه عندي مجهول واحد. هلا لو عندي مجهولين بدي اطلع الزاويه تبعت اي ام، بصير عندي مجهولين وبدي اضطر اشتغل على هذا هون بيساوي عندي مضبوط، فصار عندي اي ام بيطلع عندي من هذا، لهون صارت معادله تنحل، بتقدر تحلها يعني خلص صار هذول ماجنتيود ماجنتيود ماجنتيود. الحل عندي المعادلة هاي، هلا هاي هون صار عندي محل زد عبارة عن R1 زائد R2 على S تربيع زائد X1 زائد X2 تربيع، مظبوط هيك ماجنتيود؟ خلص هدول كلهم معروفين، بضل عندنا بس S و I. وفي فيز من وين عارفينها؟ احنا عارفين الريتنج تبعت هذا المحرك قديش حاطين عليه. إذا صار بإمكاني أنا أعمل استيميشن للسليب من اي ان، وهذه سمينا هاي عباره عن سليب استيميت.
ولذلك اي فيربل فريكونسي اي فلوكس فيكتور كنترول لازم يكون فيه موجود الكرنت. وين بحطوا هدول الكرنت سنسرز؟ وين بيكونوا موجودين فيزيكلي؟ أرواس على المخرج اللي بيطلع من الفيربل فريكونسي درايف. ما في حاجه اروح للمحرك، ما هو اصلا الفيربل فريكونسي درايف بحكي عنه ثلاث اسلاك، والثلاث اسلاك هذول بتروح على المحرك مهما كان بعيد. لكن انا ما في حاجه احطهم هون، انا بقيسهم هون. ففي داخل الفيربل فريكونسي درايف بيكون عندنا يا اثنين يا ثلاثه. اذا عرفت اثنين منهم انا بعرف الثالث. شايف مش الصم بده يكون زيرو؟ فمرات بكون حاطين اثنين هذول، مرات ثلاثه هذول، هلا مباشره صار الفيربل فريكونسي درايف بيقدر ياخذ يقيس الكرنت، يقول الكرنت بيستنتج السليب تبعت هذا السيستم.